بسم الله الرحمن الرحيم زينب بنت جحش رضي الله عنها توضع زينب يا لرا صلى الله عليه وسلم من بني أسد بن خزيمة بن أسد أوشتو تيبنا يرئز وهي ابنة عمته أميمة إشتا يرون فيمر ديشي يع تلش إيروني وفيها نزل قوله تعالى تنحقها دوش دون الله دوش الله قمال آية سورة أحزاب فلما خضى زيد منها وطرى زوجناكها إِشْتَ زيد زيدة زيدة تنقح إح زيد تنقحش شوط زيد ويالا انا تنقيت اقاح تنق تنزود سويتا شو تعا شيشحون يرون بو الله سبحانه وتعالى وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم صباح ثاني زينب يرونا يرون كرة ليشة قبولش بالزدرشانة وتقول تقول زوج كنا أهالي كنا شو ماري بخي بو شو تينا أهلنس تارو ماري عبد علت أما شاء زوجني زوجني الله من فوق سبع سماوات أما شاء الله ورخ استقر لقع وش الله ما ماريا لشاء اشتكر لي سبحان الله ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى تنا تنا إحقاستن الله هم الشخاء هم هدرا كان هو وليها الذي <سؤال> زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم الله حق استند لهم شاء الله ولي خواتنا فيمرنا إذا يجان وش الله ورق إذا شاء ولي خواتنا بيمر يالي نير الله سبحانه وتعالى إشتى قبولش بزدر الشخ حق من فوق السماوات هي ورخص تيجر لقراء دون الله وشأ بي وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنها اشتاء دعقل غريل إلى عمر خليفة زمان شع دحر شر شع وكانت أولا عند زيد بن حارثة رضي الله عنه ما دحرة سلمير من وراء زيد ورقزة ابن حارثة ورسول رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه إذا يدور إذا بيمر سشيت إلى كان تؤال فلما طلقها زيد أما زيد إيتنش خينا طلاق الجلد أحا زوجه الله تعالى تلدع الله إذا فيمرنا مجير إذا بيمرنا لتتأسى به أمته إذا ضرب عنه درة أمة 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 مقدش إيالا مقدش في نكاح أزواج من تبنوه سعر شينت إلا احتبالا وصنا بيت دقوية بين بوش بول نخ تير زودا تو يتن چود اعيالو مكشغلار بلغل داشة الله إشتا يا لا إيروني صلى الله عليه وسلم